الأميرة مها سدير تعودت الشراء من هذا المحل الراقي للملابس الداخلية. أثمان القطع هنا باهظة ونوعيتها رفيعة، مما جعلها زبون وفية تتردد على هذا المحل لتشتري بمبالغ عالية. كان هناك نوع من الثقة المتبادلة، أخذت ملابس داخلية وملابس سباحة وملابس نوم بقيمة ما يعادل 70,000 يورو. عندما ذهبت إلى الفندق لأخذ المبلغ، قيل لي أن السيدة السديري غادرت الفندق. الأميرة معروفة بحبها للتجول في الفنادق والمحلات الراقية الباريسية. هنا اشترت مجموعة من الملابس الجاهزة قيمتها حوالي 140,000 يورو، كما اشترت لأطفالها أحذية مصنوعة من جلد التماسيح بقيمة ما يقارب 10,000 يورو. إضافة إلى هذا اشترت ما قيمته 60,000 يورو من القطع الذهبية والمجوهرات. ويبقى أصحاب المحلات المعنية في انتظار عودة الأميرة لتسديد مستحقات قد تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو. لماذا لم تدفع؟ لا أعرف، أود أن أفهم ذلك. قد تعتقد أنها فوق القانون أو أن مكانتها تحميها، أو بكل بساطة زوجها لم يعطيها المال. ضحايا الأميرة قرروا رفع دعوات لملاحقتها، وازداد خوفهم من أن تكون قد عادت إلى المملكة دون دفع المستحقات.